يا جماعة اللي هي مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإسلام ده يا جماعة فيه أولا الناس يبدو بالعقيدة الصحيحة، الدعاة يبلغ الناس شنو بالعقيدة الصحيحة، وده منهج الأنبياء، وده المنهج ربنا رسل به والأنبياء جميعا في هذا المنهج. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وربنا قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فكل الأنبياء ربنا أرسلهم عشان يعلموا الناس العقيدة الصحيحة وينهوهم عن الشرك. فكل الدعوة دعوة الأنبياء كانت في الموضوع ده، بل الأنبياء ماتوا في الموضوع ده، أنبياء ماتوا عديد، وفي من جاء لقى في زنا في خمر في معاصي في كبائر، ما نهاهم عن الخمر ولا عن الزنا، بدأ بالتوحيد كل الأنبياء كل الأنبياء. ونحن اليوم الحالنا في السودان هنا، حالنا في السودان وانت تعلمون جميعا في السودان إلا ما رحم ربي الشرك يا جماعة موجود. الزول ما بينشكر الشرك يا يكون جاهل يا متكبر، كان جاهل يقعد يتعلم وكان متكبر يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه في شرك موجود، شرك موجود كثير، مش في تنغازي ولا في السودان ده عامة، وفي العالم كله في شرك، العالم كله، لكن في السودان بالذات شرك. والله المشركين الأوائل ما كان عندهم، مشركين الأوائل مشركين أصليين ما كان عندهم شرك زي ده. شرك الليل البلدي في ناس ماسكين الجنة ماسكين الموية واحدين الصاقعة واحدين البترول، ده شرك شنو ده؟ لو فتحت المصحف ده كله ما بتلقى كلام زي ده، ما بتلقى كلام زي ده، قباب وأضرح. مفروض الناس الدعاة يتكلموا في الصوفية، الصوفية نشروا الشرك بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين. الكلام ده يا جماعة واضح، والكلام ده بنقوله في أي مكان، لو نموت الآن دي دعوة الله يا جماعة، دي دعوة الله. فأنت أصلا لو ما دعيت للتوحيد ها معناه ما اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت كداعية كداعية. الرسول قال ضربوه قالوا له أنت ساحر وأنت مجنون، ليه؟ أنت ما تسأل نفسك ليه قالوا له ساحر عليه الصلاة والسلام؟ ليه ضربوه؟ ليه كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام؟ في التوحيد تجي أنت ياخذ ذول خدت لك مكية احتراطك ها 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 بتاع شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوه وقال بعثت بين يدي الساعة بالسيف على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. دي دعوة الأنبياء، دي دعوة الأنبياء. ظلم ضربوه عشان الموضوع ده. فالسودان فيه شرك، والشرك موجود، موجود في الكتب وفي الإذاعات وفي القنوات، شرك منشور، شرك موجود، قباب وأضرحة. على سبيل المثال في شيخ معروف في السودان، شيخ معروف البلد دي كلها بتعرفه، شيخ عبد الرحيم البرعي ده، والله نشر شرك هذا الداعية، والله يا أبو لهب ما نشره. بعد ده من يجيك واحد يتكلم لك في الصلاة وقيام الليل، الصلاة دين، قيام الليل دين، لكن عائلة الناس دائرة شنو؟ الناس دائرة عقيدة، دائرة عقيدة. والمساجد كثيرة، مساجد أهل الناس المنتسبين بيقولوا أهل السنة وجماعة، مساجد كثيرة بالكوم. رسول مكان كان بيدعو في الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق عليه الصلاة والسلام، ما كان بيدعو في الأسواق للتوحيد. كيف الشرك مشهور في البلد دي وتجي تمسك لك في مزارع كيف وكيف؟ صوفية نشروا الشرك، بالرحيم البرعي ذاك داعية الشرك بيقول في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي وقوم يا خي ناديهم لي رجال الله البزيل البيت. قالوا أنا عبت المريخ؟ لا لا، قال الشعب الرحيم البرعي قال كلام زين. رحيم البرعي رفعوا جماعة الإخوان المسلمين معرم الكلام ده، وعلى راسهم عصام أحمد البشير، رفع عبد الرحيم البرعي على المنبر يوم الجمعة في كافوري في مسجد في كافوري، قالوا لقد أفضى شيخنا البرعي في قصيدته مصر المؤمنة لقد ذكر الصالحين والصالحات. والله كذبت يا عصام أحمد البشير، ونحن من هذا المنبر بنقول البرعي داعي الشرك، ما بنقول البرعي داعي للتوحيد. يا عصام أحمد البشير فهم الكلام ده، وربنا بيسألك لأنه أنت عرفت الحق
قريت في جامعة المدينة، عرفت الحق، عرفت الحق، عرفت التوحيد، عرفت الشرك، عرفت البدعة. ورب ينديك ربنا ينزل فيك كلام الله سبحانه وتعالى. وما انت براك كثير كثير من الناس ابدين ابدين كثير الحايم في البلد دي، ما هو بارع عصام ده براه. ربنا قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وربنا قال اولئك يلعنهم الله. شنو يلعنهم الله؟ ويلعنهم اللاعنون. ربنا استثنى قال إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فتوب يا عصام أحمد البشير، توب يا عصام أحمد البشير، توب يا بتاع المركز العام، توب. ده مشى للصوفية. مين كده؟ دكتور عثمان الماحي ولا مين؟ إسماعيل عثمان الماحي. ده مشى للصوفية، معاه واحد جاي من السعودية إمام الحرم. مين كده الغامض؟ فات أكل مع الصوفية رز وجداد مقلب ورجع راجع. الصوفية ده دينا الشرك ده، الزول المشغول ده حفيد الكباشي. جابوه في قناة اسمها قناتين الأدرك. الزول المشغول ده قال جدي الكباشي يقول للشيء كن فيكون. تمشي لزول زي ده؟ ها؟ وبعد ده ما تنصحه؟ نائب الرئيس، نائب الرئيس محمد إسماعيل، دكتور محمد إسماعيل، محمد اللمين إسماعيل، ده نائب الرئيس في السودان برا وجوه كله، صار صنه كله برا وجوه. ها؟ ده لابس شعار، جايبينه في التلفزيون لابس شعار الصوفية. والله لو وريت لبس شعار المريخ، شعار الصوفية. الهدية ذات، هدية ذاته شيخ ذاته، هدية زمان مش حس، هدية بدري. ها؟ جابوه في أسماء برنامج اسمه أسماء في حياتنا، يقدموا واحد اسمه عمر الجزري. سألوا قالوا عندكم؟ قالوا والله الصوفية أحبابي. قالوا عبد الرحيم البرعي رأيك شو؟ قالوا والله حبيبي شديد. وطوالي جابوا المدحة، جابوا عبد الرحيم ممدح وجابوا الهدية قاعد، وذاك بيضحك المذيع بيضحك. ده كلام هذه المسجل، مسجل ده زمان. إذا كان ده الهدية بقول البرعي حبيبي، الشيخ الهدية إذا كان بيقول البرعي حبيبي، طيب حسين يسوي شنو؟ قبلك سنين، عشان كدل الإمام مقبل قبل 25 سنة ولا كم 20 سنة قال أنصار المال، كان يسمون أنصار المال وأنصار البدعة قبل 25 سنة. الشيخ محمد الشيخ ربيع المدخلي بيقول ورب السماء أنصار السنة تديرها السرورية. فالناس دي يا جماعة نصيحتي لك ختاما، هؤلاء جماعات ديل أحزاب وديل بدعوا، كل الرؤوس ديل مبتدع يا إخوان مسلمين. أهل العلم ما قلنا نحن، أهل العلم قالوا ده منهم الإمام مقبل، الإمام مقبل والشيخ ربيع، شيخ ابن بادة كان حي، شيخ الألباني كان موجود، العثيمين كان موجود، ما قالوا له كلام هذا خطأ. كان موجودين، رحم الله الجميع، كان موجودين. فهؤلاء المفروض يبلغوا الدين. صار السنة بجناحاتها كلها، أبو زيد الهدية بجاج جناح الصافية كله نتقسم. جمعية الكتاب والسنة كله نتقسم كله، وما في دعوة للتوحيد. وينه في أي مكان ديننا زي وينه دعوة للتوحيد؟ دعوة واضحة وينه دعوة واضحة؟ ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. دعوة تكون واضحة، ده شرك ده قباب. فالصوفية نشروا شرك، صوفية نشروا شرك ما الله به عليهم. يقول لك ده ما بخلق الجنة، كيح الكباشي ماسك الجنة، دي درقام ماسكين جنة، ده عديل البرعي قال كباشي كم عدى ولد كم حل عقد. تجي يا تمسك لي يا اخي انصار سنة بدينك مسجد الضربة ما تتكلم في الموضوع ده؟ ربنا بذلك يا اخي معناه انت انصار سنة داير الناس ثاني يجوا للشرك ثاني، يرجعوا ثاني ناس لو تابعوا انصار السنه حيرجعوا تاني للشرك ذات. لانه انصار السنه ده اذا كان ده شيخهم بيقول لك البرعي حبيبي حبيبي. تحب واحد حبيبي؟ كيف يا اخي تحب الرسول نشر الشرك؟ الرسول قال يحشر المرء شنو؟ مع من احب. تحب الانبياء؟ عشان كده بلال رضي الله تعالى عنه وكان جاء عند السكرات وكان بخطوله يا اخي بلال كان بخطوله الصخره في رمضان مكة يقول أحد أحد أحد.
نعم نجي عند الموت مرته قالت له واكربا، قال لا لا كربا بعد اليوم، غدا نلاقي الأحبة محمد وصحبه. فالنادل بيصلوا، جزاكم الله خير.